بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. سبحانك يا رب.
أفتخذتم من دون
أم هل تستوي الظلمات هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يفتح عليك. الله الله الله. وهو الواحد القهار. أنا وتعالى. نعم. أشرف. قل هل يستوي الأعمى أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يفتح عليك. نعم. أفتخذتم من دون
عليك يا مصطفى، يفتح عليك يا رب. قل هل يستوي
عليك اسماعيل وحده الله يفتح عليك النبي الله يفتح عليك شيخ مصطفى جميل والله يفتح عليك مصطفى والله عليك تجلد الله عليك نور والله عليك تعليق الله 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 مش انت ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل الله 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 يا جميل كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى مصطفى الله يفتح عليك الله 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 للذين استجابوا لربهم الحسنى نعم
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو شيخ مصطفى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الله إنما يتذكر أولو الألباب ليس عليه الله 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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون
السلام. والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم عليك يا رب. نعم. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم تعليق. يا سلام. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا كمان.
Oh,
الله يزيدك يا رب. صلوا على سيدنا النبي. عليك يا النبي. اللهم صل على النبي. نعم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح. الله يبسط الرزق.
مصطفى. ايوه يا سيدي. عليك مصطفى. اللهم صل على النبي. اذكر الله. اللهم صل على النبي. ايوه يا حبيبي. الله يفتح عليك. وحدوا. يفتح عليك. اللهم صل على النبي. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. الله يفتح عليك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب
على نور والتجلي نازل عليه. أيوة والله والله العظيم تجلي نازل عليه. بركة المرحومة نهلة، بركة المرحومة نهلة، أنت شفتها؟ اجعلها في الجنة يا رب. رحت المستشفى وشفتها. الله يسلمك. الله الله والله في الجنة مش محمد. والله في الجنة مش محمد. الله أكبر. نعم. قرء كبير والله. طبعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. يا بختهم. طوبى لهم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا السادة. عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. أما الهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد أبو عيسى والمقيم ببن هلال مركز منيا القمح، كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة وإلى الغائب الحاضر سيادة النائب محمد الطوخي، والذي يرسل برقية عزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة سائلين الله عز وجل
أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على روح الفقيدة. وشكر الله مسعاكم جميعا. ربي أوزعني أن أشكر